يخطبها اداها صرا لي صرا قلت معليش بنتي قال لي نزوج بيها اداها الوهران صرا لي صرا شارعت جبت حق بنتي هذه من 2016 جبت حق بنتي قلت معليش شي ما مزاجك دارت كاع هذا ولا شي ما حبت تقرا شي ما عندها لي زامي شي ما تحب تلبس شي ما تحب تاكل شي ما رايح الحمد لله هاي ليك مهما كان هاي براكتها تقول لي يا يما حبيت نرحل نقولها يا بنتي وين راح نرحل وما كان شاي السكنه الله غالب يا بنتي حتى نهار يفرج ربي علينا هاي رايحه بنتي دوكا الجبانه هذه هاي <applause> هنا ينهار نهار الاربعاء نهار كان عندها تحقيق مع هذا رايان تاع بوشناق يا بالسلام هذا يا فرويبه <applause> راحت لرويبه دنا التحقيق كي جيت قالت لي يا ماما لو برومي ان شاء الله واحد في الشهر راح نخلص الابونمون قلت لها معليش عطيت لبنتي 150 الف راحت بنتي والله ما وش لبست كاع والله وحاسبني بربي ما شتها باسكو بنتي كونفيونس من 10 ل 11 12 قلت بالك بنتي دوك تجي الخمسه دوك تجي على زوج ثلاثه لحقت الخمسه الستة ما شيما 7 8 ما كان شيما تليفوني صوني ما حبش كاع يصوني هذيك تاع هذيك راح تخلصها ما حبش قاعي تاع الكنز هذاك تاني مغلوق في زوج مغلوقين قايتيك بدا يدخل لي لا. بديت نتحرك قلت بالك دوك اه تجي لحق 12 تاع الليل ما كاش. قلت معليش خليني نجوز نهار تاع بنتي اليوم اه غدوه ان شاء الله الجمعه نطلع الصباح ما رقدتش صبح الجمعه قلت خلي 24 ساعه نحبط الجدار ميا كي جيت جواد الزوج قال لي وليدي ماما ما جاتش قلت لي يا وليدي ما جاتش ما جات شيماء ما عليناش طلعت عندها هدية لا هنا الفوق لا هنا قدامكم قلت لها امينه دي لي قهوه قلت لها امينه دي لي قهوه دارت لي, لي قهوه انا قاعدين قالت لي شيماء ما جاتش قلت لها والله ما جات في الليل جوات ربع قبل ما قبل الجمعه في الربعه تاع الصباح زوج تاع الليل التليفون تاع هذاك تاع 15 يصوني صوني 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 والو ومن بعد هاتيك صوني صوني والو من الزوج تاع الصباح حتى الربعه ثلاثه ونص ربعه طفى التليفون ما كانش خلاص اقسم لك بالله بنتي تتحرق وانا نتحرق منها ونمت تقول لي يا يما تقول لي راهي له فيا يا يما تقول لي ربي تبح ذبح فيا يا يما يا يما تقول لي راهي ذبح فيا رايان يا يما الفرفره طاحت لي عيطوا لي قالوا لي شيماء قلت لهم مش فيها شيماء قالوا لي شيماء دايم الله